اهلا بيكم معنا في حلقه جديده من ديوانيه المراه. معنا النهارده في الديوانيه لما عرف انه بنت كان طبعا مش الاحساس المفرح. انا هيك، انا جريس، ما بقدر اتغير. المجتمع في أحيان كتيرة جدا بيفضل الصبيان عن البنات وبيعملوا معاملة خاصة جدا، لدرجة انه في بعض الأشياء لو واحدة بنت فكرت ان هي تعملها بيتقال عليها ان هي مسترجلة. فهل في فعلا صفات معينة ممكن نقول ان هي ملتصقة بالبنات بس او بالصبيان بس ولا ايه؟ هو حتة انه أحيانا دي مش حقيقة قوي، هو اذا ما كانش 100% فهو 90% من الوقت المجتمع بتاعنا مركز على الرجل، على الرجل هو اللي هو لوحده المسؤول، هو لوحده اللي يعتمد عليه، هو وحده اللي ممكن يبني بيت. الست جزء مكمل لدور الرجل في المجتمع بالظبط، رغم ان الست هي نص المجتمع. وللاسف البنات نفسهم بيكبروا عندهم الاعتقاد ده، عندهم الاعتقاد ده ومقتنعين ان هم بس كده، ان هي دي قدراتي، ان انا اتجوز واخلف واخد بالي من عيالي. اصل هي دي الرساله هي دي الرساله اللي واصله لهم من المجتمع، هي دي الرساله اللي واصله لهم من المجتمع، ان هم في اقاويل ان هم ناقصات عقل ودين، دي نمره واحد. نمره اتنين ان الولد في الورث ضعف البنت. فكل الرسائل المختلفه اللي واصله للبنات بيؤدي طبيعي ان هم يحسوا ان هم اقل من الولاد وان الولاد مميزين عنهم. لا، والاهل كمان، انا بيتهيالي الاهل بيزودوا طين بله. يعني بتلاقي امهات كتير عانوا اشد المعاناه الامرين من ان هم اتربوا بتفرقه جامده جدا جدا مع اخواتهم الولاد. بيجوا بعد ما يتجوزوا ويخلفوا بيعاملوا بناتهم بالظبط بنفس الطريقه. انت ليك الحق ان انت تقعدي في البيت، هو يسافر ويروح ويجي، وحتى مش بس يتفتح في حريه الحركه، في حريه التفكير كمان، ان يكون عنده حريه التفكير ان هو يختار كل حاجه، مستقبله والتخصص اللي هو عايز ياخده واصحابه، في مساحه كبيره جدا جدا من الحريه. هي لا، في اقعدي كويس، مش عارفه ايه، بتكلمي مين، ما تخرجيش، ارجعي الساعه 9، بيقعد على حريتها بينما من الولاد في قله ثقه. فقله الثقه دي خلاص بتبوظ الدنيا بعد كبيره خالص. طب هل مثلا ممكن نقول انه في حاجات معينه، صفات معينه بتاعه البنات بس او بتاعه الصبيان بس؟ هو مين اللي بيقرر مثلا؟ هو مش عارف هو مين اللي بيقرر ايه الصفات اللي خاصه بالولد وايه الصفات الخاصه؟ في صفات عامه طبعا، يعني الولاد اقوى مني جسديا، فما فيش داعي ان انا اروح احاول اثبت ان انا بطله العالم في الاثقال. بس في حاجات واضحه جدا، ولو كل جزء فينا حتى الولاد لو هو ما اقتنعش ان انا ربنا خلقني كده الهدف وعرفت أأدي دوري في الحتة دي لأقصى وجه، أنا هيفوتني قصد ربنا في حياتي. يعني أنا لو بنت وبحاول طول الوقت أبقى زي الولاد، أنا هفتقد حاجة رائعة ممكن أكون بديها، لأن أنا بحاول أبقى حد تاني، بحاول أبقى شخصية تانية. لكن في حين أنه ربنا حط جوايا حاجات الولد ما يقدرش يعملها، زي المشاعر، زي البنات عندهم قدرة رهيبة على الحنية. يعني متخيلة مجتمع من غير بنات عندهم قدرة غريبة على ضبط النفس. أنا مقتنعة جدا إن الستات عندهم قوة عزيمة واستحمال أكتر قوي من الولد. يعني الولد عمره هيعرف يخلف بيبي، لكن الست بتعمل كده وهي مبسوطة وهي مستعدة تستحمل. كل الحاجات دي فين؟ المجتمع بيتكلم عن الحاجات دي فين؟ وانا بقى مختلفه معاكي في حته اقوى منهم جسديا دي، عضليا يعني، ولا عضليا ولا ايا كان. مش ان انا خالص بتاعه تحرير المراه ولا القضايا بتاعه
خالص، بس لما تيجي فعلا تفكري فيها هتلاقي ان فعلا الست بتستحمل الام واوجاع طول عمرها لو اتحط فيها الراجل في نفس الموقف بصورة دائمة ممكن ينهار. ايوه فعلا، هي المرأة عندها قوة احتمال اعلى بكتير من الرجل، وهو ده قصد الله لحياة المرأة، انها تكون معين نظير لرجلها، فبالطبيعي لابد قوة احتمالها هتبقى اكبر، فده قصد رائع زي ما قالت نانسي، لو فاتته هتبقى بتفوت مشيئة الله لحياتها، ومشيئة الله كاملة ومرضية وصالحة في كل حين. خلينا نروح مع بعض لجريس ونتعرف عليها ونشوف قصتها ايه. لما عرف انه بنت كان طبعا مش الاحساس المفرح، لانه ماما كان انه بدها تجيب اولاد، لانه بيساعدوا اكثر وجودهم زي نوع من قوه للعيله. ولما اشوف ماما بتتعامل مع خواتي ما تلبسوش هيك، ما تلبسوش مثلا نوع معين من اللبس المحرم على البنات في ذاك الوقت، مع انهم صغار يعني مش العمر الكبير، لكن كنت اشوف انا، لانه في فرق بين اختي الكبيره 5 سنين واختي الثانيه 3 سنين، كنت اشوف انه لا خليني اختصر، انا احب البس زي اخوي اللي هو بينه وبينه 2 سنين تقريبا، اختصر البس ولادي، البس صبياني، اقص شعري، دائما احب يكون شعري كات عشان انا اكون ولد. ما بدي اكون بنت، ما بدي اكون هو مش عار، بس في ضعف لما يكون في بنات، مش اشي لذيذ يعني. فهي الصوره اللي كانت دائما تجي لي لما العب مع اخوي، العب مع الاولاد، اقدر اكون حره اكثر مع الاولاد، ما اقدرش اكون مع البنات، حتى في المدرسه او لما نطلع نشاطات اكون خايفه اكون مع البنات، لكن اكون مرتاحه مع الاولاد. كانوا يسموني الحسن صبي او التوم بوي مرات. ما اعرفش اعمل شيء في البيت، فهذا خلاني احس انه انا مرفوضه، ما بقدرش اكون بنت، ما بقدرش اكون، ما بعرفش اطبخ، ما بعرفش اعمل شيء زي خواتي. يعني بعرف صحبات اللي مثلا يبدوا بهداك العمر يلبسوا فساتين مامتهم او يلبسوا كعب او يحطوا روج او ميك اب او هيك، ما كانتش تشوفني ماما هيك بعمل، بالعكس دائما مع اخوي بلعب ب طريقة يمكن عنيفة للبنات، يشوفوني انه يقول يمكن هاي في مشكلة غلط، انا من جوا عارفة انه في صوت، انا بنت بس انا ما بدي، لانه شايف الفرق. ماما تعاملها مع البنات غير، بخوف ليكون في مشكلة مصيبة. مع الاولاد ممكن يتأخروا، ممكن يطلعوا برا، ممكن لما اخوي مثلا صار في مرحله 15، في اخوي الثاني 16 ممكن يسافروا يروحوا، في اشياء يعني ممكن يعملوها. اختي لما توصل هذا العمر ممنوع في البيت، بس مرات كنت افكر في داخلي انه لايمتى، طب انا بدي اكبر ولابد في ناس بده يفكر فيي، يعني ممكن يطلع على المظهر البراني انه طب انا ولد عنيفه لازم أغير، وناس يقولوا لي غيري سير رقيقة، غيري شكلك، البسي، غيري مظهرك، حطي ميك أب، حطي، سوي، أعملي. أقول في داخلي إذا الشخص اللي بده يتعرف علي ما قبلني زي ما أنا وقبلني بطبيعتي، أنا بنت من جوا، لكن إذا ما قبلني زي ما أنا ما رح أتغير، ما رح أمثل عليه، لأنه أنا هيك، أنا جريس، ما بقدر أتغير. فهذا كان شوية مرات يحط عندي نوع من الخوف، أبدأ أغير نفسي، بس ما قدرت، ضليتني زي ما أنا. أنا بحس إنه كل واحدة مننا الله خلقها بصفات معينة في شخصيتها وميول معينة وكده، فأوقات بقعد افكر طب ازاي اقدر ان انا استعمل حاجات الطبيعيه اللي الله حطها فيا، الميول الطبيعيه اللي هو حطها فيا، عشان اكون في احسن صوره واحقق المقاصد بتاعته ليا، واحس ان انا مشبعه بحياتي وبنفسي. تخيلي انا يعني كبنت محتاجه الاول اعرف يا رب انت خلقتني ليه،
لانه اكيد عشان ربنا يتعب نفسه قوي كده ويخلق واحده زي، اكيد عنده هدف واكيد في خطه واكيد انا مهمه واكيد انا ليا دور في المجتمع ما حدش غيري يقدر يعمله، ولو انا ما عرفتش الدور ده الدور ده مش هيتعمل والمجتمع هيبقى ناقص حته، يعني حته كبيره حته صغيره بس في حته ناقصه. فانا اول سؤال، يا رب انت خلقتني ليه؟ ما خلقنيش علشان علشان ابقى واحده كده تمشي في السكه اللي الناس اللي حواليها عايزاها تمشي فيها. انا بتهيالي انه المجتمع بتاعنا قاسي شويه على البنت، لانه شايفها بنظره معينه، شايفها ان هي ممكن تبقى مصدر مشاكل، شايفها ان هي ممكن تبقى مصدر عار، اي حاجه، مركز على حته ضيقه جدا. والبنت صعبة قوي لو هي مش عايشة في عيلة على قليل معتدلة شوية، مش هتقدر انها تشوف ابعد من كده. فانا محتاجة اسأل نفسي وبأمانة واعرف ربنا خلقني ليه، ربنا عارف هو بيعمل ايه، وانا ليا قيمة وليا دور وانا غالية عنده. فانا لازم اعرف الحاجات دي الاول علشان منها اقدر اكون جزء فعال في المجتمع وجزء فعال في عيلتي والجوزي. الموضوع مش موضوع مقارنه، يعني انا ما بحبش موضوع تحرر المراه. ليه؟ مش علشان هو غلط ولا انا حقي او مش حقي، لا انا من حقي اقرر عايزه اعمل ايه بحياتي، بس مش بمقارنه للرجل، مقارنه للست، انه الست ليها دور وانا بقبل الدور ده وعايزه ابقى كويسه فيه. بس ما يعني مش عايزه ابقى حته الضعف ان انا بتقارن بالرجل وبحاول ابقى زي الرجل. انا بحس فعلا ان هي حاجه نقطه ضعف، يعني انا طول الوقت بحاول ان انا اثبت انا زيك. لا يعني في حاجات زي بعض، في حاجات مختلفه، وانا زي ما انت بتقولي لا هو انا مش زيك ومش عايزه ابقى زيك. لا مش في حاجات مش احنا كويس زي بعض، لكن عشان انت رائع وانا رائعه واحنا محتاجين نبقى مع بعض نكمل بعض علشان نقدر نكمل حياتنا صح. بس انت عارفه فكره ان انت بتقولي ان الست او البنت ما عندهاش فرص كتيره قوي تختار منها او تحقق بيها نفسها، هي دي في نفس الوقت بتشكل لها التحدي اللي هي عايزه تبقاه، يعني بتدور كده على دخنيقه كده صغيره تطلع منها، انها خلاص هي في ابواب كتير قوي متقفله قدامها، فهي بتحاول انها تفتح باب صغير، وفي الباب ده فعلا فعلا بتبدع فيه، يعني بتطلع فيه كل حاجة بتصميم وعزيمة ومثابرة. صح. يعني وهو ده اللي بيخليها تتميز في الآخر لو عملت الحاجات دي، انها تقول طيب انا اقدر اعمل ايه، مش مهم بقى تتخانق مع الناس كلها، يعني مش لازم، الموضوع مش خناق، هي بس انه المتاح بالنسبة لها. بعد كده الناس هتبتدي هي اللي تفتح لها الابواب التانية دي، عشان هي قدرت انها تثبت انها قدرت تدخل في باب، في الباب ده وبعدين في الباب ده وبعدين في الباب ده، فهيعرفوا يعني المواضيع ما هياش معطاة ليها، هي اللي لازم تقتنسها، مش زي الراجل. الراجل قدامه كل حاجة وهو اللي بقى بيقعد يقول طب انا ممكن اختار ده ولا ده، يعني انما الست هي اللي لازم تقتنس الفرص اللي قدامها. انا بحس برضو انه يعني لما انا بقدر ان انا اثبت نفسي ان انا لنفسي وللناس اللي حواليا ان انا كويسه وان انا شاطره في الحاجه اللي انا بعملها، حاجات كتيره جدا بتتغير، لان انا نظرتي لنفسي مختلفه. يعني ببص على نفسي انا مبسوطه ان انا ست وبشكر ربنا جدا ان هو عملني ان انا ست، وحاسه ان انا ليا دور مختلف خالص عن جوزي، يعني انا اقدر اعمل حاجات غير اللي هو يقدر يعملها، وبحب الحاجات اللي انا بعملها، ما بحسش ان انا اللي انا بعمله ده انه لود، بالعكس انا بحس انه ده مش حمل، ده حاجه انا حابه ان انا اكون بعمل الدور بتاعي، ان كان انا بشتغل الاداء بتاعي في الشغل غير لو كان راجل اللي ماسك الشغل بتاعي، ادائي مع اولادي كأم غير اداء جوزي معاهم كأب، مع الاصحاب، مع في المجتمع، بحس انه انا اللي بحط الصوره بتاعتي انا او بفرضها على الناس، انا بتخانق ان انا اوصل للي انا عايزاه ولا ان انا مبسوطه وواثقه من نفسي. وانا حاسه لو الست قبلت فكره تكامل الادوار بين الرجل والمراه، اي ان المراه ليست دونا عن الرجل ولا الرجل دونا عن المراه، ساعتها انا بيتهيالي دي هتحل امور كتيره، وهتدي قبول للمراه ان ربنا خلقها كامراه لانها لها دور ودور عظيم جدا، الراجل ما يقدرش يستغنى عنها، هي بتكمله وهو بيكملها.
كل الحاجات دي اذا انا مش فاهماها هعيش طول عمري فاكرة ان انا هدفي ودوري في الحياة حاجة ضيقة جدا وهخسر لان انا مش هقدر اطلع برا واعمل اكتر. يعني لو فكرنا حتى في المجتمع الستات كان ليهم دور كبير جدا في اوقات كتيرة، يعني مش هقول سياسيا ولا هقول اي شكل من الاشكال العامة، لكن حتى الرجالة اللي بيطلعوا وبيعملوا فرق في بلادهم وفي حياتهم كان بيبقى وراهم ام او اخت واقفة جنبهم وعارفة عارفة تفرق في حياتهم، عارفة تحبهم، عارفة تشجعهم، عارفة تشيلهم في وقت، عارفة تقوم بدورها كست وكامرأة. بحس بقى فعلا انه المثل اللي بيقول وراء كل عظيم امرأة، يعني لو في حد بيتميز او كده كراجل في المجتمع بحس انه لو كانش في بيته واحدة شايلاه وبتدفعه لقدام وبتهيأ له الظروف بتاعته وبتاخد بالها من الولاد او يعني بتهيأ كل حاجة. لما تتكلمي على فكرة الولاد، انا لما باخد بالي من ولادي وبطلعهم كويسين للمجتمع مفيش حاجة اقدر اعملها اعظم من كده، ان انا اطلع ولاد سويين يعرفوا يحبوا صح، يعرفوا يخدموا الناس صح، يعرفوا يبقى ليهم علاقة بربنا صح. ف ما اعرفش انا بيجي مثلا بالنسبة للولاد كل يوم اقعد اسألهم، انا عايز اسألكم سؤال صعب جدا، فيقولوا لي عارفين، فاقول لهم مين احسن واحد في الدنيا بالنسبة لي؟ يا مامي كل يوم بتقولي لنا الكلام ده. اقول لهم لا بس قولوا لي، فيقولوا مازن، وزياد يقول وزياد، وبعدين وهاني، يعني الثلاث. فبيتهيألي انه من غير الكلام ده هيكبروا وهم عندهم نقص كبير جدا جدا في، يعني ما تقليش ان هو هاني حنان جدا 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 عليهم يعني، بس ان انت طول الوقت تقعدي تقولي لهم انتوا احسن حد في حياه بني ادم، يعني في حياه امكم او في حياه اي حد قريب منكم، فهيحسوا طول الوقت انهم فعلا قيمتهم انه ما عندهمش نقص في الحنان ده او في ومش هيقعدوا يدوروا عليه بقى يدعبسوا عليه في اي حته تانية، ومحدش غيرك ممكن يملى المكان ده خالص خالص. يعني خلينا نروح مع بعض لجريس ونشوف هي عملت ايه في القصه بتاعتها. كنت في مكان معين عادي نشاطات بعمل، وبكلمات بسيطة سمعت من شخص بيقول إنه الله بيحبني زي ما أنا زي ما أنا. أنا استغربت لأنه أنا كنت رافضة نفسي، رافضة شخصيتي، الكاركتر اللي أنا فيها، رافضة الناس بتشوفني عنيفة، رافضة مع إنه أنا من جوا أنا شايفة إنه أنا قادرة أكون قوية بهذا الشيء اللي أنا بعيشه، لكن حسيت كأنه الله بيقول لي أنا اخترتك هيك وأنا بحبك هيك وإلك دور معي بالشخصية اللي أنت فيها، أنت ست. كان يقول الله بيقبل فيك زي ما أنت، مش مستعد تعمل أي مجهود منك، مش مستعد تعمل أي حسنة، مش مستعد تقدم أي تقديمات، أي أعمال، أي إشي، لكن انت زي ما هو انت زي ما انت مقبوله هيك. فصرت اخذ الكلام الي انا جريس اللي الناس بتاخذ الصوره عني هيك. هذا اعطاني نوع من بلورت هاي الشخصيه اذا بقدر اقول. فكره تغيرت عندي، يعني الله قبلنا زي ما نحن، الله خلقنا على صورته، خلقنا ذكر وانثى، معناه انا على صوره الله، معناه انا اشي كثير. يا انا كثير، يعني انا كثير اشي مهمه قدام الله، مش اشي قليل انه ارفض نفسي. يعني انا هذا الشيء يمكن مرات ما بعرف يعني اعبره، بس انا مهمه قدام الله، انا امتياز اني اكون بنت الله. لما تعرف علي جوزي تعرف، كان دائما يقول انا لما عرفت جريس عرفتها زي ما هي. المكان اللي شفتها فيه عباره عن مكان كله زباله، فيوقف وسط الزبالة دي عشان تنظفها. فأنا يعني أعجبت بطريقة التفكير اللي هي شايفة حاجة مش كويسة،
حاجه مش نظيفه، عايز اغيرها لحاجه نظيفه. فدي اكتر حاجه يعني شدتني ليها مره واحده. أنا مرات مسؤولة عن شباب كنوع من كونسلر إلهم، وكان يشوفني، إحنا لسه كنا أصدقاء ما تعرف علي، لكن كان يشوفني بتعامل معاه بنفس الطريقة، كان يشوف إنه أنا مش ضعيفة، مش خايفة، مش بمثل على يعني من ورا بعمل شيء أو من قدام ناس بعمل شيء. هذا اللي شجعه إنه شافني زي ما أنا. صعب قوي لما واحد يرتبط بواحدة ست تكون دي شريكة حياته اللي هتعيش معها على طول، وتكون هي شخصيتها خانعة، شخصيتها ضعيفة، المركب تلاقي البيت ماشي يعرج، مفيش مشاركة، مفيش تبادل آراء، مفيش ناخد وندي. القوة اللي كانت عندي زمان برا تحولت للأولاد، ببنيها في الأولاد، يعني بقعد معهم ممكن مرات ما أطلع. بشوف جريس كأم إنه يعني عندها ديديكيشن، عندها تكريس لولادها، يعني لأني قدرت إنه أنا هلأ أنا حابة أكون في البيت، أنا بخضع في البيت لأني أنا بخضع لريمون، بخضع لجوزي، لكن هو مش هذا الخضوع مش إذلال إلي، بالعكس هذا مشاركة محبة بيناتنا. أنا عايز أعبر له عن محبة، عايز أكون في البيت قايمة في مسؤولية البيت، في الأولاد قادرة أكون نظيفة. جريس إنسانة محبة جداً، تشتغل بخفاء، تشتغل بأمانة، هي الإنسان اللي بتذكر دائما كانت تعمل العمل اللي ما حدش تاني كان يسويه، وحتى العمل تبع الرجال اللي ما حد ما كانوش هم يسووه كانت هي تسويه. جريس هي مؤمنة رائعة بتقوم بكل المسؤوليات اللي توجه إلها بكل أمانة وصدق. جريس شخص قريب من الناس كتير، أحبها بلا حدود، أحبها. Thank you.
دعونا لنذهب للعالم مصلين لنا.